السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. تعزيزا للتعاون العسكري بين الجزائر وروسيا، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة يجري محادثات مع مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا ديمتري شوغايف. الأنظار مشدودة إلى ملعب جابوما بالدول الكاميرونية ومباراة السد المصرية بين منتخب الوطني ونظيره الكاميروني. الصالون الدولي للكتاب يفتح أبوابه أمام الجمهور، وربط جسور أدبية وثقافية جديدة مع انطلاق البرنامج الثقافي للتظاهرة. مظاهرات واحتجاجات تحرك الشارع الإسباني تنديدا بقرار الحكومة الأخير ضد الصحراء الغربية، وبيدرو سانشيز تحت طائلة المساءلة أمام البرلمان لتقديم التوضيحات. بداية وفي المستهل، وتعزيزا للتعاون العسكري بين الجزائر وروسيا، أجرى السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم أجرى محادثات مع السيد ديمتري شوغايف مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا. المزيد مع خالدة حجلالية. استقبل السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي السيد ديمتري شوغايف مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا، وذلك بحضور ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وسعادة سفير فيدرالية روسيا بالجزائر وكذا أعضاء الوفد الروسي. يأتي هذا اللقاء في ختام الزيارة التي يقوم بها الوفد الروسي للجزائر في الفترة الممتدة من 23 إلى 25 مارس الجاري، لحضور أشغال الاجتماع العادي للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية المكلفة بالتعاون العسكري والتقني المنعقد أمس بالنادي الوطني للجيش بالناحية العسكرية الأولى. خلال هذا اللقاء أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادل التحليل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. في الختام تبادل الطرفان هدايا رمزية. والحدث الرياضي بامتياز، حيث الأنظار مشدودة نحو مدينة دوالا الكاميرونية والمباراة المصرية التي يواجهها بعد أقل من ساعة المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الكاميروني في ذهاب مباراة السد بملعب جابوما بدوالا، وذلك قبل موعد مصطفى تشاكر لبلوغ مونديال قطر 2022. هذا ووصلتنا قبل قليل صور مغادرة عناصر المنتخب الوطني مقر إقامتهم بدوالا نحو ملعب جابوما. التحاق عناصر المنتخب الوطني بالحافلة للتوجه مباشرة إلى ملعب جابوما محاطا بالأنصار المنتخب الوطني وأنصار المنتخب الكاميروني. جابوما
وتشجيعا لرفقاء رياض محرز، وصل الأنصار تبعا إلى مدينة دوالا على متن رحلات خاصة للخطوط الجوية الجزائرية بعد قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بنقلهم بأسعار مدعمة. الرحلات الخاصة بنقل المناصرين إلى الكاميرون انطلقت منذ الساعات الأولى من نهار اليوم من المطار الدولي هواري بومدين ومن مطارات وهران، ورقلة وقسنطينة. بارك الله على المنظمين، قاموا بها من رئيس تبون الى اخر شخص اللي كان واقف على العمليه هذه. ان شاء الله اليوم المقابله لوتو دي ميديتي راهو تخوفو لي سيبورتور مصباح هما لهنا لي ميديتي انو واجدين ان شاء الله. اون فاسيوتي ليكيب الى دانيير مينوت ان شاء الله، فيكتوار ان شاء الله. وين وصلنا هنا لقينا كل الظروف مواتيه. ميرسي بور لو بيبل الكاميروني، يعني حسن الاستقبال كما يجب، قاموا بنا الحمد لله. دركا تنظيم جيد على العموم، تنظيم جيد بسبب كثرة الجماهير الجزائرية. إن شاء الله تكون مباراة في القمة، إن شاء الله الفريق يكون عنده حسن الشعب اللي وراه ديما، وبربي إن شاء الله نربحه. وفيف الألجيري. نحن ذايبون الآن إلى الملعب، وإن شاء الله يا ربي ننتظروا من اللي جوار تعب هذا اللي تعبناه، إن شاء الله تكون فيكتوار شابة ونروحوا بالنتيجة مفرحة إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله يا ربي. ولنقل الأجواء الآن، ويلتحق بنا على المباشر الزميل أيمن حنفي من ملعب جابومة بمدينة دوالا الكاميرونية. أيمن، ساعة الحسم اقتربت، هل لديكم فكرة عن التشكيلة التي ستدخل المباراة؟ وهو كذلك صهيب التشكيلة الأساسية التي اختارها الناخب الوطني جمال بالماضي، حيث اختار ان يدخل ب في حراسة المرمى رئيس بولحي، وفي الدفاع رامي بن سبعيني، حسين بن عيادة، عيسى مندي، وعبد القادر بدران، بالإضافة الى جمال بالعمري. في وسط الميدان ستعرف التشكيلة مشاركة رامي الزروقي، إسماعيل بن ناصر، وفي الثلاثي الهجوم يوسف بلايلي، رياض محرز، وإسلام سليماني. صهيب، قبل نصف ساعة أو في حدود الساعة الرابعة والنصف قد شهدنا الوصول المنتخب الوطني هنا إلى ملعب جابوما، حيث بدت الجدية على اللاعبين للفوز وضمان التأهل من هنا من جابوما، هذا الملعب الذي نتواجد فيه منذ ساعات قبل الآن. حضور جماهيري كبير جدا بهذا الملعب، الأصوات الجماهيرية نسمعها منذ الساعة الأولى منذ أن التحقنا بهذا الملعب، جماهير جزائرية وجماهير كاميرونية هتفات بأسماء اللاعبين، خاصة لما دخل المنتخبين إلى أرضية الميدان كنا نسمع أهازيج جميلة جدا من طرف الجماهير الجزائرية والكاميرونية، والتي اتسمت بالأخوية والروح الرياضية. صهيب. الزميل أيمن حنفي، كنت معنا مباشرة من ملعب جابومة بمدينة دوالا الكاميرونية، شكرا جزيلا على نقلكم لهذا المشهد، وبالتوفيق لمنتخبنا الوطني. هذا، ويمكنكم مشاهدة المباراة مباشرة على القناة التلفزيونية الأولى والشبابية عبر نايل سات على الساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر. فحظ موفق للمنتخب الوطني. إلى الحدث الثقافي الآن، وفعاليات الصالون الدولي للكتاب في طبعته 25 الذي فتح أبوابه اليوم أمام الجمهور وإلى غاية الفاتح من شهر أبريل الداخل. الطبعة التي تحمل شعار الكتاب جسر الذاكرة تشهد مشاركة قياسية لدور النشر دولية ووطنية.
وعلى هامش هذه التظاهرة الثقافية انطلق البرنامج الثقافي للطبعة 25 للصالون الدولي للكتاب قصر المعارض. وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي مرفوقة بكاتب الدولة لدى وزير الخارجية الإيطالية بينديتو دي لا فيدوفا الذي تشارك بلاده ضيف شرف في هذه الطبعة، أكدت على عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر وإيطاليا، مبرزة أن التاريخ سطر فصولا من العلاقات التاريخية بين البلدين. كما عبر ضيف الجزائر عن امتنانه لاختيار الجزائر إيطاليا كضيف شرف للطبعة، وهو ما يعكس متانة وعمق الصداقة الجزائرية الإيطالية، مؤكدا أهمية الصالون كحدث ثقافي هام على المستوى المتوسط. وبالمناسبة ذاتها تم تكريم نخبة من الكتاب والأدباء. هذه الطبعة هي طبعة استثنائية لأنها تتصادف مع ذكرى 60 استرجاع السيادة الوطنية، وأيضا الفترة التي يعني يطفئ فيها الصالون شمعته 25. تم تصدير العديد من الأنشطة الثقافية والفكرية في إطار الصالون وخارجه، أيضا خارج أسواره، وتمت استضافة العديد من الباحثين والمثقفين والكتاب الجزائريين الأفارقة العرب وحتى الغربيين يعني لتنشيط فعالياته. في الانشغال البيئي، دعت وزيرة البيئة سامية مولفي كل الفاعلين في المجتمع المدني بولاية المسيلة إلى المشاركة في مختلف حملات التوعية البيئية والمساهمة في عمليات التشجير والعناية بنظافة المحيط. جاء هذا خلال إشرافها على وضع حجر الأساس لمشروعي إنجاز مركزين للردم التقني وتدشين محطة لتصفية ومعالجة عصارة النفايات. كما أشرفت الوزيرة على انطلاق حملة تشجير بمناسبة اليوم العالمي للشجرة. هذا النوع من الاستثمار المتمثل في رسكلة أو إعادة تدوير النفايات، وهذا بالطبع من أجل هدفين أساسيين: أولا القضاء على مشكلة أو معضلة النفايات اللي رانا نعاني منها ويعاني منها مختلف بلدان العالم، وثانيا من أجل التوجه إلى اقتصاد أخضر وهو الاقتصاد الدائري، وبالتالي خلق مناصب شغل. وكذلك المهم من كل هذا هو المحافظة على بيئتنا. نداء ثاني للمتعاملين الاقتصاديين وكذلك المستثمرين بمساعدة ومرافقة المجتمع أو الحركة الجمعوية التي تنشط في المجال البيئي. في قطاع السكن، استلم أزيد من 1200 عائلة ببوسماعيل بولاية تيبازا مساكنهم الجديدة بصيغة عدل. التفاصيل مع أحلام قلمامية. تكاليف الكراء وضيق المنزل واقع ويوميات لطالما أرقت كمال وعائلته الصغيرة. كي تعرفي الضيق وجمعناه، الدراري ما يقراوش مليح، رانا نستناو في الفرج ان شاء الله، نستناو في وكاله عدل، رانا دايرين دوسي من 2013 وان شاء الله عن قريب راهم ان شاء الله عن قريب راهم باش يوجدونا ان شاء الله الشقه. عندنا 8 سنين وحنا كارين لهنايا، انا في 8 سنين وحنا كارين. حلم الأمس هو اليوم واقع لهذه العائلة، فرحة ممزوجة بالتطلع إلى غد أفضل بعد استلامهم لمفتاح مسكنهم ببوسماعيل. فرحة ما توصفش، قد ما نقولوا أنا فرحانين قليل على الوصفة اللي راهين فينا. واحد شحال هو في الضيق ويستنى الكرام منا، ومن بعد ربي يرزقه بدار ملكه، الحمد لله يا ربي نعمة. أنا فرحان بالدار تاعنا، عجبتني بزاف. الحمد لله، اليوم دخلنا اليوم لدارنا جديدة، اللهم لك الحمد، نحمد ربي بالبزاف، وهذا الدار ولو عندنا شنابر بزاف. 1292 عائلة كانت اليوم على موعد لاستلام مفاتيح مساكنهم بصيغة البيع بالإيجار عدل بولاية تيبازا. عندنا 9 سنوات من الانتظار، رانا فرحانين بزاف بزاف، يعني حتى عجز التعبير، عجزنا التعبير. إن شاء الله تكون عتبة مربوحة علينا كامل، ماشي غير أنا، كامل كما يقولوا كامل الجيران، سختو مع رمضان. صبرنا الحمد لله، وكثر خير الدولة تاعنا. هذه فرحة ما توصفش. واني نقول لك نتمناها كاع لكاع اللي راهو يستنى في الدار، ان شاء الله ربي يفرجها عليه. تم حفل تسليم سكنات عدل 1292 بولايه تيبازا من ضمن 15000 ساكن اللي كانوا
سلمناه بمناسبة الذكرى 60 تاع عيد النصر. هي مواقع سكنية تتماشى والطابع العمراني الحديث الذي وفرت فيه جميع متطلبات الحياة الكريمة. في النشاط الحزبي دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري اليوم بالعاصمة إلى ضرورة توسيع صلاحيات المنتخب المحلي من خلال الإفراج عن القانون الجديد للجماعات المحلية بما يمكنه من أداء دوره كسلطة محلية مصدرها الشعب. جاء هذا لدى إشرافه على افتتاح ملتقى رؤساء المجالس الشعبية المحلية للحركة. وفي ندوة لمنتخبي جبهة القوى الاشتراكية بولاية بجاية دعا الأمين العام الأول للحزب إلى تكثيف الجهود لترجمة مواقف الحزب والمبادئ التي أسس من أجلها ميدانيا من خلال تقييم شامل لاستراتيجيات والمخططات المستقبلية، داعيا إلى صياغة قانون جديد للجماعات المحلية وتعزيز دور المنتخب المحلي للتكفل الأمثل بانشغالات المواطن. والآن مشاهدينا إلى موعد الأخبارية الدولية في تقديمها الزميلة سهيلة الحوسلينا. أهلا بك سهيلة. أهلا بك صهيب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الموعد الدولي، نلتقي بعد الفاصل. بداية، يواصل الشارع الإسباني تنديده واستنكاره لتصريحات رئيس الحكومة تجاه القضية الصحراوية في وقت شددت فيه الأحزاب خلال جلسة مساءلة سانشيز أمس بأن الشعب الصحراوي وحده من يقرر مصيره وأن إسبانيا ستبقى متمسكة بالشرعية الدولية. فيما تشهد العاصمة مدريد غدا مظاهرات حاشدة مستنكرة لقرار سانشيز. مليكة سحقي. تتغنى سياسة إسبانيا بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها في المحافل الدولية والمناسبات العالمية بما يتماشى وبرستيج التعامل المتحضر مع الدول، لكن عندما يتعلق الأمر بالمصالح والمعاملات تحت الطاولة فالأمر يختلف. تنصل إسبانيا عن مسؤولياتها تجاه القضية الصحراوية أثار سخط الشعب الإسباني قبل الصحراوي. مظاهرات حاشدة شهدتها شوارع إسبانيا وصلت إلى الطبقة السياسية بحزبيها اليمين واليسار، معتبرين الموقف المخزي لحكوماتهم خيانة للشعب الصحراوي المناضل، مشددين اللهجة خلال جلسة مساءلة لسانشيز حول أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ومؤكدين على تمسك إسبانيا بالشرعية والقوانين الدولية، موقف لم يختلف فيه الشارع الإسباني من خلال وقفات احتجاج أمام مقر الحكومة الجهوية شاركت فيها كافة جمعيات الصداقة مع الشعب الصحراوي والنقابات، إضافة إلى الأحزاب السياسية والمحامين والجالية الصحراوية المتواجدة في إسبانيا. الحكومة الإسبانية لم تصادق على هذا القرار، وهذا واضح لأنه لم يمر على مجلس الوزراء ولم يحظ أيضا بتصويت داخل الحزب الاشتراكي، وهذا القرار يمثل رئيس الوزراء كشخص وليس الحكومة الإسبانية. بإمكاني أن أطلعكم على ما تنص عليه القرارات الأممية بخصوص الصحراء الغربية، فهي لم تتطرق إلى الحكم الذاتي، بينما حثت الطرفين على العمل بجدية لإيجاد حل يفضي إلى تقرير المصير في الصحراء الغربية. وأؤكد لكم مرة أخرى أن اللوائح الأممية لم تتطرق إطلاقاً إلى الحكم الذاتي في الصحراء الغربية. المشاركون عبروا عن غضبهم ورفضهم التام للموقف الجديد لهذه الحكومة من قضية الشعب الصحراوي العادلة. ماذا صرح رئيس الحكومة؟ لم يصرح بشيء، لأننا نحن الشعب الإسباني نعلم جيداً قضية الشعب الصحراوي ونحن نسانده ونساند هذه القضية العادلة، فنحن نعلم أنها قضية عادلة وإسبانيا لابد عليها أن تكون مع الشعب الصحراوي. التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة خطأ وخطأ كبير، لابد على إسبانيا أن تكون مع الشعب الصحراوي الذي دائما ما نادى بحريته، وجب الوقوف معهم ومساندتهم، وما قام به رئيس الحكومة خطأ كبير.
هي علامة استفهام، لم نفهم لماذا هذا التصريح وفي هذا الوقت بالذات، لا طالما دافع الشعب الصحراوي عن حقوقه. ليس هذا الوقت المناسب لكي نتخلى عن الشعب الصحراوي، فهو متواجد بيننا هنا في إسبانيا، نتعايش معهم، فهذا التصريح لا يمثل كل الإسبانيين ونحن ندعم القضية. أنا لا أتوافق مع تصريح رئيس الحكومة الإسباني، ورأيي ومعتقدي يخصني أنا، وأن الشعب الصحراوي يستحق كامل الدعم خاصة منا نحن الإسبان، وهذا القرار لا يمثلني. ابتزاز المغرب للحكومة الإسبانية وضعها في مأزق لا تحمد عقباه، وتعرضت فيه إسبانيا إلى المساءلة في عقر دارها من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية قبل المساءلة الخارجية. هذا وكان السيد بيبي تابوادا الرئيس الشرفي للجمعية الإسبانية المساندة للشعب الصحراوي قد أدلى بتصريح التالي للزميل وليد صاري المتواجد بإسبانيا. إذن تتواصل التصريحات والتقارير هنا من مدريد، حيث العديد من الجمعيات المساندة لقضية الشعب الصحراوي تقوم بالعديد برفع العديد من التقارير هنا بمدريد، وحاضر معنا الرئيس الشرفي للجمعيات الإسبانية المساندة للقضية الصحراوية السيد بيبي تابوادا. هولا سينيور. هولا بوتي. Bienvenido en televisión argentina. Mucho gusto, encantado. D'accordo. Es la primera vez que hay una presidenta del gobierno de España que hace una declaración. Es una declaración no para declaración de COVID. Estamos profundamente avergonzados. نحن قلقون جدا من هذا التصريح لرئيس الحكومة، ومن الغريب حزب اشتراكي هنا بإسبانيا يقوم بهذه التصريحات التي لا تمثل كل المجتمع الإسباني، ونحن كإسبانيين مع القضية الصحراوية ومع الشعب الصحراوي لأنها قضية عادلة وقضية موجودة في مختلف اللوائح والأنظمة القانونية، ونحن نبقى ندافع من أجل استرجاع الشعب الصحراوي سيادته وأرضه وتحرير كل الأراضي المحتلة. En el momento estamos en el ministro de extranjero. Antes el ministro de extranjero ahí en el parlamento. Decirle bien alto al ministro. نحن متواجدين الآن أمام وزارة الخارجية الإسبانية، وأن وزير الخارجية الإسباني وكذا رئيس الحكومة لم يبقى الكثير ويغادر المقاعد، ونتمنى من الدول الصديقة والدول التي تدعم القضية الصحراوية أن يقفوا مع الشعب الصحراوي من أجل مساندة قضيته، لأنها قضية عادلة وتؤمن بها العديد من الشعوب التي تؤمن بالشعب الصحراوي وتؤمن بقضية الصحراء الغربية. قرار رئيس الحكومة الإسبانية المتماهي مع سياسة الاحتلال المغربي التوسعية وضع إسبانيا في تناقض صارخ مع القانون والأعراف الدولية، ووضع سانشيز تحت طائلة المساءلة بين مناضلي حزبه حول ما يخفيه التحول المفاجئ في المواقف. محمد سليم حمادي. الإعلان عن الرسالة الموجهة إلى ملك المغرب بشأن الصحراء الغربية من قبل رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز الجمعة المنصرمة أطلق العنان لردود فعل متعددة، لكن هناك من وضع القضية في سياق التجاذبات الدولية والإقليمية وبات يبحث حثيثا عن روابط لها ضمن تحالفات جيوسياسية مرتبطة بالأزمة الأوكرانية، وضع لا شك في تأثيره السياسي بحسب خبراء، والذي بات يطرح أيضا سؤالا جوهريا حول إمكانية حل النزاع في الصحراء الغربية عبر سياسة متناقضة تدير الظهر إلى القانون الدولي، سياسة ينتهجها كل من المخزن وإسبانيا بالتخندق وراء بعض الأزمات الدولية، غير أن قرار بيدرو سانشيز بالانحياز إلى المخزن فيما يتعلق بالقضية الصحراوية العادلة وفقا للشرائع الأممية والدولية أبان عن التناقض الصارخ في الدفاع عن القانون الدولي نفسه. لا شك والحال هذه أن رئيس الحكومة الإسباني المقامر قفز بتصريح سياسوي على حبل السياسة المشدود بالقانون الدولي، وهو مدرك أن تصريحه ذاك لا يغير الطبيعة القانونية للنزاع ولا يؤثر في حله،
بالعودة إلى الإطار القانوني المطبق لحل النزاع في الصحراء الغربية، ووفقا للقرار 2526 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تمت الموافقة عليه في 24 أكتوبر العام 70-900 ألف، فإن طبيعة الإقليم لن تتغير إلا عندما يمارس شعب المستعمرة أو الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي حقه في تقرير المصير وفقا للميثاق الأممي. تحدد طبيعة الإقليم أيضا والحال تلك وضع الأطراف وبالتحديد طبيعة الوجود المغربي في الإقليم كاحتلال، وهو ما أشار له قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34-37 الصادر العام 79-900 ألف. نفسها الأحكام التي توضح أن الممثل الشرعي للشعب الصحراوي هو جبهة البوليزاريو، وبالتالي فإن أي قرار يؤثر على رفاهية الشعب الصحراوي أو تسيير موارده الطبيعية أو تحديد مستقبل الإقليم يجب أن يتم بالاستشارة مع ممثله الشرعي. لذلك ونظرا لطبيعة الإقليم ووضع الأطراف، فإنه لا إطار لحل النزاع غير ذلك الذي حدده القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهذا يمر من خلال تطبيق حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. قرار سانشيز، وبالإضافة إلى مخالفته للموقف التاريخي لسياسة الخارجية الإسبانية وأسس القانون الدولي، فإنه يتعارض أيضا مع البرنامج الانتخابي للحزب الاشتراكي لعام 2019، والذي وعد باحترام مبدأ حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، ما سيدخل الحزب في دوامة مساءلات واستفسارات من لدن مناضليه. في شأن الفلسطيني، فتحت قوة الاحتلال المتمركزة شرق خان يونس نيران رشاشاتها الثقيلة صوب الأراضي الزراعية، مجبرة المزارعين الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم. من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية خلال لقاء جمعه بمفوض بالاتحاد الأوروبي في مدينة رام الله، أكد رفض السلطة الفلسطينية وضع شروط على المساعدات الأوروبية، مشددا على ضرورة الحفاظ على شراكة حقيقية مبنية على الاحترام والتعاون وليس على الشروط. في جديد الملف الأوكراني، يواصل الجيش الروسي توغله واستهدافه لأماكن تمركز الجيش الأوكراني. يحدث هذا في وقت تفند فيه روسيا مزاعم استخدامها لقنابل فوسفورية في عمليتها العسكرية الدفاعية في أوكرانيا، مؤكدة عدم انتهاكها لأي مواثيق دولية في هذا الشأن. تفاصيل أوفى في تقرير إيمان بالمولود. شهر ينقضي منذ بداية العمليات العسكرية الدفاعية لروسيا في أوكرانيا، ليواصل الجيش الروسي استهدافه للمرافق العسكرية في إطار عملياته الدفاعية هناك. وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن تدمير أكبر مستودع وقود للجيش الأوكراني بمنطقة كاليبر قرب العاصمة كييف، مستودع كانت تستخدمه القوات الأوكرانية المسلحة لإمداد الوحدات العسكرية بالوقود في حدود العاصمة كييف. وحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الروسية الدفاعية أحرزت خلال الليلة الماضية تقدما لمسافة 4 كيلومترات، وأحكمت السيطرة على عدة قرى غير بعيدة عن العاصمة. هذا وكانت لجنة التحقيق الروسية قد أعلنت أن المتطرفين القوميين الأوكرانيين استخدموا مختلف أنواع الصواريخ المضادة للطائرات ضد المدنيين في دونباس. أحداث تتوالى، أعلن في خضمها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن ما يقوم به الغرب ما هو إلا إعلان لحرب هجينة حقيقية شاملة ضد روسيا، فالغرب حسبه لا يخفي إطلاقا محاولة كسر وسحق الاقتصاد الروسي، كما أن رغبته في الحفاظ على هيمنته في الشؤون الدولية وإخضاع العالم له ما هي إلا أوهام وجب الاستيقاظ منها. وبخصوص الأخبار المتداولة حول تخطيط روسيا لتزويد أوروبا بالغاز، أكد المتحدث باسم الخارجية الروسي ديمتري بيسكوف أن هناك تعليمات إلى شركة غاز بروم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقبول المدفوعات بالعملة الروسية الروبل، وعلى هذه الشركة القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذه تقنيا ولوجستيا.
وبالموازاة مع ذلك فندت روسيا التصريحات الأوكرانية التي اتهمتها باستخدام قنابل فوسفورية في إطار تدخلها العسكري في أوكرانيا، مؤكدة عدم انتهاكها لأي اتفاق دولي. في الصومال، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة بلدوين وسط الصومال وخلفا 30 قتيلا. ودعا مجلس الأمن الدولي في بيان له إلى ضرورة محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي هذه الأعمال الإرهابية وتقديمهم للعدالة، مؤكدا أن الإرهاب بجميع أنواعه يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين بغض النظر عن السبب والمكان والوقت والجاني. أكدت كوريا الشمالية أنها أجرت أمس تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ 17 بأمر مباشر من زعيمها كيم جون أون. وحلق الصاروخ الباليستي العابر للقارات مسافة 1090 كيلومترا وارتفاعا يفوق 6000 كيلومتر قبل أن يهبط في البحر الشرقي. عملية إطلاق الصاروخ هذه التي تعد الأولى من نوعها منذ العام 2017 اعتبرتها اليابان تهديدا جديا لأمنها. وصلنا الآن إلى ختام النشرة الدولية، شكرا لكم على المتابعة، عودة إليك صهيب. شكرا سهيلة. وبطوافي الأخبار الدولية نأتي إلى تذكير بالعناوين. تعزيزا للتعاون العسكري بين الجزائر وروسيا، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة يجري محادثات مع نظيره المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا ديمتري شوغايف. الأنظار مشدودة إلى ملعب جابوما بدوالا الكاميرونية ومباراة السد المصرية بعد أقل من نصف ساعة من بين المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني، والأنصار يصنعون الفرجة تشجيعا ومساندة لأشبال بالماضية. الصالون الدولي للكتاب يفتح أبوابه أمام الجمهور، وربط جسور أدبية وثقافية جديدة مع انطلاق البرنامج الثقافي للتظاهرة. ودوليا، مظاهرات واحتجاجات تحرك الشارع الإسباني تنديدا بقرار الحكومة الأخير ضد الصحراء الغربية، وبيدرو سانشيز تحت طائلة المساءلة أمام البرلمان لتقديم توضيحات. مشاهدينا، قبل أن نفترق نذكر الجمهور الرياضي أن مباراة الكاميرون الجزائر ستنقل على المباشر على القناة التلفزيونية الأولى والشبابية عبر نايل سايت بعد أقل من نصف ساعة من الآن، أي في الساعة 6 بتوقيت الجزائر. حظ موفق للمنتخب الوطني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.